التقت أميرة ويلز كيت ميدلتون بنجم الرجبي الإنجليزي داني كير ولاعب إنجلترا السابق يوغو ماني وسيد تراور مؤسس جمعية بريف مايند الخيرية للصحة العقلية خلال زيارتها نادي ميدن هيد رجبي كلوب، وذلك بهدف مناقشة دور النوادي المجتمعية وأهميتها للشباب. كيت هي راعية اتحاد لعبة كرة القدم البريطانية رجبي، ونشأت لعبة الرجبي في إنجلترا في القرن 19 ثم انتشرت في باقي دول العالم بعد ذلك. وفي عام 1886 تأسس مجلس الرجبي الدولي، والذي كان بمثابة المؤسسة التي تنظم اللعبة وتضع قوانينها. أما أول بطولة كأس عالم للرجبي فقد أقيمت في فرنسا عام 1954.